بصراحة نعتبر على أن النقل المدرسي هو نصف النجاح ديال تبنرس في العالم القروي، وجلالة الملك حفظ الله يؤكد على الاعتناء والعناية بالعالم القروي. وما كنقولوا العالم القروي ما كنقولوش غير الجيزة الأساسية، العنصر البشري في العالم القروي هو الأساس، والتربية والتعليم هي واحدة من هذا المكونات. كانت يعني تقريبا 103 ديال الوحدات النقل، منهم 42 ديال سيارات الإسعاف، و 60 ديال حافلات مدرسية اللي كتهز 32 ديال الركاب جالسين، اللي كانت مبرمجة واللي الميزانية ديالها كانت تقريبا 33 مليون ديال الدرهم، واللي الآن سنستكمل هذه العملية بحد ذاتها. يعني باقين بعض يعني الوسائل اللي ما خدوهاش الجماعات وهذا، وعيطنا لهم في خاصة بعد يعني انتخاب المجالس الجديدة. دونك عيطنا كل الجماعات اللي كانت مستفيدة، ما قلبنا لا شكون ولا ماشي شكون ولا من تابعة ولا ما تابعاش، المهم داكشي كان اتفاقية وجاو الناس باش ياخذوا، غادي نعطيهم نسلمهم. مجلس الجهة سيستمر في بعض الأوراش، غادي يكون العديد ديال المستجدات إن شاء الله، وحنا كنخدموا على هادشي، ولكن غادي نستمروا. أولا بالنسبة للأمور الاجتماعية، كيف شفتوا الدولة خلال جلالة الملك نصر الله من خلال البرنامج الحكومي دخلت في واحد المسار ديال الدولة الاجتماعية، وبالتالي حنا كتكميلة كمكمل للعمل ديال البلاء ديال الدولة سنصير في نفس المسار. غادي نخدموا في النظام، ما هو هذا؟ دونك إن شاء الله غادي يكون عندنا جزء ثاني من هذا البرنامج، لأنه هو برنامج ناجح وغادي كذلك يستفدوا منه جامعات اللي ما استفدتش، خاصة بالنسبة للنقل المدرسي.